السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. وكما وعدتكم في الفيديو أو البث السابق، قلنا أننا سنعمل فيديو ونشرح فيه طريقة البحث عن تكوين مهني في ألمانيا من بلادكم. كيف تبحثون عن تكوين مهني في ألمانيا وتجدون الشركة المناسبة؟ إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سأطلعكم على طريقة كيف تبحثون على تكوين مهني، وما هي الشروط عندما تدخل إلى الشركة. سأعطيكم بعض المعلومات، بعض ترجمة بعض المصطلحات التي تكون دائما عند الشركة عندما تكون الشركة تطلب أناس لتكوينهم. يكون بعض المصطلحات دائما تكون دائمة عند جميع الشركات. إذن ستستفيد إن شاء الله من هذا الفيديو. إذا كما لاحظتم تكتبون في جوجل أجنتور في أرابيت، ثم هنا الأولى، ثم تأتون إلى أرابيت سلوز وند أرابيت فينتن. أرابيت سلوز وند أرابيت فينتن يعني أنت تكون بدون عمل وتريد إيجاد عمل. هنا أفضل من أوس بيلدونغ، هنا لأن توجد أوس بيلدونغ، لكن من الأفضل هنا. وهنا جوب سوخ، البحث عن العمل. وكما قلت لكم هنا في اللايف في البث المباشر قلت لكم يوجد خانتين، الأولى تكتب فيها ما هو في أي مجال تودون أن تعملوا تكوين مهني، وفي الخانة الثانية هنا تكتبون في أي مكان المدينة. مثال، سأعطيكم مثال أول. هنا سأبحث بدون أن أعطي أي تكوين مهني، أي مجال وأي مكان. هنا أبايت وهي العمل، هنا الأوس بيلدونغ، أوس بيلدونغ وهو التكوين المهني. لاحظوا معي كم من أوس بيلدونغ يوجد في هذه السنة، 223,634، 223,634 تكوين مهني. يعني أنه من السهل جدا أن تلقوا التكوين المهني الذي يناسبكم. هنا أردت فقط أن أشير لكم أن تعرفوا، لأن بعض التكوين لا نعرفها، كثير من التكوين لا تعرفها، هل يوجد هذا التكوين أم لا. من الأفضل أن تبحثوا في الأول بهذه الطريقة وتلاحظون أو تعرفوا جميع التكوين التي توجد في ألمانيا. يمكن أن تجد تكوين مهني أفضل من تكوين مهني الذي أنت تبحث عنه الآن. كثير يبحثون عن ألتن فليجا وهو رعاية المسنين، لهذا سأتطرق إليه. ألتن فليجا سأتطرق إليه الآن. هنا مثال، إذا أردتم أن تعطوا مدينة تعمل من هذا الشكل، اسم المدينة فرانكفورت، ويعطيك مثال في فرانكفورت. فقط في مدينة فرانكفورت فيها 36 تكوين مهني فقط في هذا المجال أظن فليغا. 36 يعني 36 شركة، وكل شركة تطلب، شركة تطلب 10، شركة تطلب 20، شركة تطلب 2، هناك اختلاف بين الشركة وأخرى. إذا كما قلنا أظن فليغا هو هذا، تدخل هنا إلى الشركة، هذا هو الإعلان ديال الشركة. في الأول يعطونك كما تقرأون هنا شتايلن بشخايبونغ، وهو يعطيكم واحد تقديم على هذا التكوين المهني، على هذه المهنة، يعطونكم عنه شرح أو تقديم لكي تعرفوا ماذا تفعلوا في هذا التكوين المهني، وما هو هذا وما هي هذه الألتنفليغا. هنا في الشيء الثاني يعطونكم دائما الوقت، في أي وقت سيبدأ هذا التكوين المهني. هنا يقول لكم wir bieten ab dem 1.9.2019، يعني نحن نعطي، لدينا فرص شغل. einen هنا كما تلاحظون، einen يعني مكان واحد، يبحثون عن شخص واحد. هنا نحن نبحث ل 1 شهر 9 2019، einen Ausbildung Platz zur
أو zum Altenpfleger examinierten Altenpfleger. هنا يبحثون عن شخص واحد، وهذه المعلومات يمكنكم أيضا أن تجدوها هنا. Anzahl freier Stellen يعني شحال كم هو كم مكان لديهم فارغ، واحد، لكن في شركات أخرى تلقون أكثر. هنا كما قلت لكم هنا التاريخ، في أي وقت سيبتدئ هذا التكوين المهني. هنا أيضا يعطيناكم فقط تقديم وتفسير عن هذا التكوين المهني. هنا وقت التكوين المهني Die Ausbildung dauert im Regelfall 3 Jahre، يعني هذه تمتد إلى 3 سنوات، لكن هناك اختلاف ما بين المتكونين أو المتدربين، يمكن واحد فقط في 2 سنين يكمل التكوين المهني. هنا Voraussetzung وهو الشرط، Voraussetzung الشرط أن يكون لديك Mittlerer Schulabschluss، وهي في ألمانيا هو القسم العاشر. يمكنكم إذا كان لديكم شهادة بكالوريا في بلادكم فيمكنكم أن تعملوا لها المعادلة وتعطيكم هذا المستوى. إشارة فقط، يوجد بعض الشركات الذين هم يعملوا هذه المعادلة، أو بعض الشركات يرسلون لك استمارة تقوم بملئها وتقوم أنت بدفع هذا الطلب للمكتب المتخصص. وده أين كواليفيتيتا هاوبتشول أبشلوس. الهاوبتشول أبشلوس يتستطيعون أيضا أن تجدوا الهاوبتشول أبشلوس، وهي القسم التاسع في ألمانيا. إذا كانت لديكم شهادة بكالوريا فلا يهمكم هل يطلبون هذا أو هذا المستوى. هنا يطلبون لكم ماذا يجب أن يتوفر فيكم من أنكم تكونوا فليكسيبل، يعني تأتون في أي وقت يحتاجونكم، أنكم تستطيعون العمل مع فريق ليس فقط لوحدكم، أن تكونوا أيضا تستطيعون العمل مع فريق، وكوميونيكاسيون فيهش كايس أنكم تستطيعون التكلم، وهذه إلى آخره. هنا الأوفغابن وهي ماذا تعملون في هذا التكوين، ماذا تعملون في أي تكوين دخلتم إليه، يكون الأوفغابن وهو ماذا يجب عليك أن تعمل. هنا طلبات أخرى وهي اللغة الألمانية كتابة وتكلما، زعما يمكنكم تكلم اللغة الألمانية وأيضا كتابتها. هنا شهادة السياقة، هنا عندما يكتبون لكم إست wünschenswert أو von Vorteil، يعني هنا هما يتمنون أن تكون لديكم هذه الأشياء، لكن ليست شرط. فقط إذا كانت لديكم فهذا من الشيء الجيد، إذا لم تكن لديكم فليس هناك أي ضرر. هنا بيتسي كنتنسة يعني يكون لديكم تجربة أو خبرة أو دراية مع الكمبيوتر، تستطيعون العمل مع الكمبيوتر، لأن أيضا في الألتنفليغر وهو رعاية المسنين أيضا يمكنكم أن تعملوا مع الحاسوب. فخوينتلشكايت كتولد مدمات سباي، يعني أن تكون طيب، أن تكون صبور إلى آخره. هنا باي إنتغاتي فخوين بي أو أونس أو إيغا بيبابون، إذا كان لديكم سيمان فهذا يعجبنا أننا نستقبل طلبكم. هنا كما تلاحظون information to bewerbung، يعني هنا طلب الترشيح أو الترشح لهذا التكوين المهني. هنا ضيف فراغن und bewerbung، يعني إذا كان لديكم تساؤل أو أردتم أن ترسلوا طلب ترشحكم لهذا التكوين، فهنا هي الأدرس، هذه أدرس والمكان، المكان الذي يجب عليكم إرسال إليه هذا الطلب، أو أيضا عبر الإيميل، لأن هنا عندما تعطيكم شركة إيميل فو الأدرس
فيمكنكم إرسال طلب هنا أو هنا، فليس هناك مشكل. بعض الشركات يعطونكم فقط الأدرسة هنا ولا يعطونكم إيميل في هذه الحالة يجب عليكم فقط إرسال إلى هذه الرسالة التي أعطوكم. هنا اسم الشركة، هنا ها وهو السيد أو فخاو هي سيدة عندما تكون فخاو، هذا هو الذي سيتكلف بالطلب وأي شيء، هو المتكلف بهذا التكوين المهني. ترسلون إليه الطلب، تكتبون اسمه في رسالة تحفيز بأنكم ترسلون له الطلب، وهنا الرسالة عندما في أي مكان، هنا الهاتف. هنا أيضا يكتب لكم ما هي الطريقة التي يجب عليكم إرسال بها هذا الطلب. فهنا شخفتليش يعني كتابة أو بير إم آي أو بيرسونال، شخفتليش يعني يعنون بها أنك ترسل لهم أوراق أو عبر البريد أيضا، أو بيرسونال أي تذهبون إلى هذه الشركة وتقومون بدفع طلبكم. هنا يطلبونكم ماذا؟ يطلبونكم في هذا الطلب أن يكون لديكم ليبنسلاف واتسوينس. ليبنسلاف وهو سيفي وهو السيرة الذاتية، واتسوينس هما الشواهد، لأن هنا طالب لكم شهادة ديال القسم التاسع أو القسم العاشر. هنا أيضا كتابة كوخ، لأن بعض الأشخاص يريدون أيضا عمل من كوخ. هنا يمكنكم تضعوا اثنان أو فقط واحد. هنا بالنسبة للطباخ فيطلبون من بين 16 و 26 سنة، لا يطلبون كثير من الأشياء. هنا يقول لك إذا كنت ما بين 16 و 26، إذا كنت تسكن في مدينة فرانكفورت، ليست لديك تكوين مهني، وتدفع. هنا لا يطلبون أي مستوى دراسي، يمكنك فقط طلب دفع الطلب. هنا يطلبون أيضا شخص واحد. إذا كان هذا هو الفيديو إخواني وأخواتي الكرام، أردت فقط كما وعدتكم أن نقوم بهذا الفيديو. كما تلاحظون فقط في مدينة فرانكفورت هنا 99,618 منصب تكوين مهني فقط في مدينة فرانكفورت، أو إذا كانت في جل ألمانيا فهنا كما قلنا أكثر من 200,000. إذن هذا هو الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله.